الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كنواكي صدح أفرتنات كمذا من رياض صالحين من كلام سيد المرسلين، باب حق الزوج على امرأته وحباب هاي ننكو حاسكي حق أكولي هاي ننكو أفدي سام أردي حق أكولي شرعا يوحو ديري هاي أيو بابك كساب سيني هاي. قال الله تعالى رب وحوي الرجال رق قوامون على النساء أمروا على النساء دمر كوضاء أيهين تلس يو أمرو يهجان خيرت بأيهين قوامك أصل كيسو وحال إلى هذا أحد كشيء قدر يلا مسؤول كنا كا حلكي سنة قادة سوى نعنا كقادة محي رق دمر كأمر أويهنا ما وقصر ريان بما فضل الله بعضهم على بعض أي بتفضيل الله بعضهم على بعض سرّيسين تو إلهي سبحانه وتعالى رجع كسر رئيسي دمر كودة أيانا تاو وصبوه وبما أنفقوا من أموالهم وبإنفاقهم على النساء من أموالهم إيوب بيلد الرب أي بيلان دمر كودة أي بيلان يا إلهي سبحانه وتعالى لبك يدد كلس الرئيسي نبي وحاكسه إنه عليه الصلاة والسلام رجع إن بدن بعد ما استرنت عقلا وعلما ودينا وبحسن تيسوق عليه من الله سبحانه وتعالى سيد أنبياء إيه الرسول شاء دمر كنا وحي يربى كذا ما يسترن أفر فرق ترس آسيا بنت عمران عفوا أم عيسى إيه آسيا امرأة فرعون إيه أم إسحاق إيه عائشة إيه ضد يربى الله شيء ومشان أما أفر ينبي وكشف عليه الصلاة والسلام رجل مرك جنسي أهان حق عق أود عقلك يا أود علمك يا مد حوقي حالي وحق بشبه رجل دمرك أصالة وديرين وأهول رباني أوي إلهي بحيو هباء وبالتالي مسؤولية يقادين ودمركوضة يقادين وبيعنا واجرتا فالصالحات دمرك وناكسا فالصالحات من النساء بيكاديك أنتاي دمرك كوضة وناكسا قانتات مطيعات قواد عوي لأزواجهن رقد الدعان إلى يحوله دمر كصوصبنا ونقص وحلوية قان رقد إنه وهجان سمان وهذا المقلان أو أي رقد كطلقاته حافظات قوة إلى اليوم يفروج تودي حلك إلى ليه للغيب مقنا شهد نكود مقين هينا مال كودي نفط تودي أولاد تودي فرج ودوران بما حفظ الله أي بحفظ الله للأموال والفروج ما هو أسكن مصدريوي واحد يجريتين مرك الله دوري شرعا أوامر على عطبة كتر الله كهالله تيأي وتحقلين أي نفط وضي مالك الرق وضي وإنتو بردوري أيام برب لي وأما الحديث أحاديث كتمت بابك فمنها وحاكمد حديث عمر من الأحوس السابق في الباب الذي قبله قصور مري بابك بابك كهر حديث كده راوي ألا استوصوا بالنساء خيرا حديث كده رنيسين الله وبقى صدباتين اللح يوشيخ وشيدا و إلهي رسولك وكعد يي حقوق ذا أي رق الدمر كذا كل يهين فافاسا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل ننكو هدوئي يعده امرأة وحاس كيسي أفديسي إلى فراشي قوشي سي سوطق أغوي يعده فلم تأتيها إسان إمانين وفبات وواب أبريو غضبان عليها صغو عريسان وضدسا لعنة الملائكة ملائكة اللعنة يسوها باريسة حتى تصبح إليها ويند واب أبريو وابريسته متفق عليه وحديث لسكو وافق السحديث وفي رواية وحاكم لهما بخاري مسلم إليه إذا باتت المرأة هوينيد هدواب أبريو هاجرة يدو كديراتو كدو الضي فراش زوجها ننك جوجشيسي لعنة الملائكة ملائكة اللعنة دون حريستة إلى أن يكفقها بارته حتى تصبح إلى وبريسته وفي رواية حديثك ولي حتى ترجع نبي وحديثك حين وعدي هوين يدو ننك يدو هدو أبهد ويره وتقي ويدو أو تاو كعرور ضد سكوة ناكسونا وحاجر حتى ننكو حاسك دو عطسدو عمو ويره أو أيدي دحتا أنديب سيأركين و اسكا قعدور داري اسكا قلب سن باجره هدو لكن وداد كوشا كعروده وكدوده او عروده عرديس الهي با سبحانه وتعالى عروني هدو كرال النقضانا الهي با كرال النقضانا اذن زوجكو
shariicada meel adag buu kaga yaalaa, marka waa inay dumarka hawshaa iska ilaaliyeen. Xadiid xasana waxaa ku yimid haweenaybaa yaa nabiga weydiiso ku nabi allow haweenaydu dadka yaa ugu xaq badan, marka nabi wuxuu yihi zawjuhaa ninkeeda ugu xaq badan, ruuxa aadamahana yaa kaloo ugu xaq badan marka ninka laga tago, ummuhu ayuu ku yidhi hooyadii, xaas haddii la yahay oo dumar la marayo axadka ugu xaq weyn ee ugu xaq badan agtooda waa ninka qaba, adiguna ka rag ahaan iyo bini aadan ahaan gooni marka loo eegana hooyadaba aadama ugu xaq badan marka dhanka kale laga fiiriyo. Idan hadduu hawshu ka cadhoodo malaa'igta lacnadaysa, malaa'igtu lacnadaasi wadaysa, malaa'igta lacnadeedana waa la aqbalaya. Nabiga inoo sheegay malaa'igtu wax walba oo aad ku ducaysato shar iyo khayrba aamiin bay dhihi waana la aqbalaya. Hadday iyagu iskood ku habaaraan ama kugu duceeyeenna la cilmayba ducada malaa'igtu ilaa waxay lacnadaas soconaysa iyo cadaabkaas iyo habaarka waa uu ka baryaayo. Hadduusan ka caroonin waxba laguma haysto weeye, xagga lacnad waad ka badbaadaysaa, laakiin khaladka iyo mukhaalafada gabadhu ay samaysay waa dembi iyo kabiira min alkabaa'ir, waa inay ka toobad keento haddaysan durdaar sharci uusan jirin. Waxaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam laba salaadoodu ma dhaafto madaxoodo lama aqbalo, addoon sayidkiisa ka cararay iyo haweenay ninkeedii ka cadhaysiisay si xaq darro ah. waxaa kaloo meesha ku jira oo aan ka tagnay inaan raaci riwaayadii kale, waa fii riwaayatin, riwaaya kale waxaa ku yimid qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam walladii nafsii biyadihi, allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay, maa min rajulin, nin ma jirid yadcu u yeedhayo codsanaya imraatahu xaaskiisa ugu yeedhaya ilaa firaashiha gogashi iyo isutagii oo fataabaa calayh ay ku amar diidayso ilaa hadduu jiro ninkaasa ay ku dhacday qabsatay, kaana alladii fi samaa, alla weynaha cirka jira kor jira wuxuu ahaanayaa saakhitan calayha mid gabadhow cadhaysan, xataa yardaa ilaa uu ka raali noqdo canhaa zawjuha wey ilaa uu ninkeedii raalli ka noqdo. Idan xadiidku waxaa ku cad ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u cadhoonayo oo ka cadhoonaya cadhada zawjku uu u cadhooday xaaskiisa, ka raali noqonaya haweenayda hadduu ninkeedii ka raali noqdo. Walirijaali calayhina darajatun wey, u fiirsada haddaa hawshaasi waxay dhahan culimmadeennu waa fii qadaa'i shahwa, dareenkiisii raganimo oo uu rabay inuu guto oo lagu xumeeyey buu ka cadhooday, ilaahay baa cadhadiisa u cadhooday, ka cadhooday raalli buu ka noqday, ilaahay baa ka raalli noqonaya. Hadduu marka wadaadku iyo saygu gabadhiisii xaaskiisa ugu cadhooda arrin diimeed oo xumaan ay samaysay ka warran u fiirsada. Qiyaasul awla kii la dhihi jiray weeye, hawl adduunyo oo iska fudud ood ka samir karto ama aad iska dayin karto oy gabadha kugu khilaaftood ka cadhootay baa rabbi weyne ka cadhoonayaa. Hadday hawshaa kugu qancisana ilaahay baa raalli noqonaya. Haddaad kala hadashay dhaqan xumo diinadu samaynaysay, na xijaabka si fiican u qaado, na cawradaada astur, na ilaahay ka cabso, qaraabada xidhiidh, hooyo iyo waalid iyo waalid waal ka dadaal, martida soor, guriga ha keenin cid aanan waana idmin, sawaxanka iyo qayladayaan bannaanka laga maqlin, usluub yeelo, akhlaaq gabadh muslimaha lagugu arko, arrin diinadooda kala hadlaysay kugu diiday oo kaaga cadhaysay, malaa'igtu maxay samaynaysaa? Lacnada mid ka daran baa bilaabanaysa. Cadhada rabbiga tan waa ka daraysaa. Maxaa yeelay adduunye iyo diin marka la is agdhiga kee xoog badan? Diin baa xoog badan. Dumarku marka haddayba intan khatar ku galee zawjkoodii iyo ninkooda hawshi diimada uu kala hadlay baa ka sii culus oo ilaahay agtiisa ka weyn. Wataxsabuunahu hayinan wa cinda allahi cadiim. Haweenada caawa hadday kugu gacan saydho waabaad iska seexan kartaa, habeen dambe haddana iska suucin kartaa, inay markaa godlataaba laga yaabaa, laakiin arrin diimeed baa wax walba ka daran. Waxay dhahan culimmadu hadaa fii qadaa'i shahwatin dunyawiyatin famaa dhannuka fii amrin diiniyin. Culimmadu fahamkooda waa fahm bannaanka yaalla xarfi lama macnaha nuxurka leedaa yaa la fiiriya gabadhan maxay dhibkaas iyo abaarka iyo lacnada iyo cadhada rabbi ku kasbatay. Arrin adduunya oo saygeeda uu doonayey oo amar diida ka keentay ba intaasoo ka dhan ku qabsadeen. Hadday arrin diineed amar diida ka keenta ka warrama marka oo zawjkeeda uu la yimid kaba daran wey, hawshaa si fiican inaad fahanteen bay ila tahay. Gabadhaha muslimaadka allah hays ilaaliya, ilaahna ka baqeen. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول كلاي وحوجري قال وحوري لا يحل لامرأة هون وما بنانه أن تصوم عين الصنت وزوجها أن كيدنا شاهد أوجو هدو مقنع الصن سنة ويسك صوم كرتا هدو أوجو لكن حتى وحنون سيا يوسن هون إذا أبا هنا وسرب السارين عين والله حكم وحيسكم معنا وحيسكم معنا وزوجها شاهد إلا بإذنه إن أصوغ فصحا مويه ولا تأذن ما فصحي كرتون أبنا إنا يفصحه في بيتي قرقيس إلا بإذن أصوغ فصحا مويه قرقيس ضد يمرتي يضد صعدا إنا يسوغ لسوي فريس أما لما أقوله إنك يدي فصحي كايسة مويه متفق عليه رواية أوليه مسلم وحاكم ولا تأذن في بيته وهو شاهد وهو شاهد أصوغ وشوغ إلا بإذنه وهذا لفظ البخاري بخاري لفظ يسوى ولفظ هذا انه شنك هي مسلمان نشم بشو كل حديث وعد يا هو يريد صونك السنه اها ان لو اوغى اني صونته نينكيده او جوغا و بو باهن كرا هو ديب سان كرا ادي او باهنا عاونته اوغى باهنا حوله دمرني اوغى باهنا و دم با داو غاري اذا سنده ايدو اي سوميسي حق نينكدو الى لسنا وحا وين عند الله حق نينكيده ساسا مركز شريعة وغا هذا الشيء رواية حدثك وليه حكومي من لا تصوم المرأة غير رمضان هوانو ذو مسومي كتصونا رمضان كاهين لنك يدعو الشوغا حدثك من عمر بن عباس وحكومي ومن حق الزوج على زوجتي ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها من عباس صوى قدر حديث كيسي وبزاري ويعلى وليضع في ربنا كتر سنة كيسة وأنا حسن سيد الراجحة نبي قول عليه الصلاة والسلام هوي نريد هذي صون تو صون سنة نكذي أوجوا أصون أفسحين صون كلاجب أقبل ما يبي وهنا أيضا قالته رواية كلا أون يقاتي إسكت شيء أشر كمه ليسو يعني كلا ضمبين بال الربا إس حرمين إس قدرين بال الربا إن وحل سو ريب ولا سو تلا دجال الدنيا قيبت قصاب ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه إذن كاسوح النغون كرا مفصل يا مجمل وحوك لو النغون كرا إذن عرف أي مثل لفظي وإن الصوم الرأي إذن كمفصل كوحن أجيدنا وإن قلت هذا هبلي هبل قروا وإيمان كرا وحان كأهين هبلي هبل قروا ما إيمان كرا قرابة هذا هبلي هبل قروا وإيمان كرا هبلي هبل لكن وما أقول أنا ما لها سورتين مساجد إذن مفصل ديبي كرا وفافاسا مرنا وحدي بكرا إذن ذو طوبا ومجملة وعورن كرا عدي أنا كودي ذن قرقا وكيني كرتا وحانو أنا كودي ذن إذن فصح قود ببحيي إذن كاس مركا مرنا وحون نغضي متففاصنا مفصلة مرنا وحون نغضي مجمل ذو طوبا وقود بلار حقا مركا لقي وكل واقع وكل واقع لا أنترى إذن عرف يمد لفظ ونقضة دادا الأكتها يؤضي ونوسن إبسانين إن هذا قبل قرق هذا كانت ويكيني كرتا لما يسوى صاحبيه ولا للهيهين وما أنت قرق هذا أنت قي وإن أنقل والي يديد هذا دوير هذا وأتكار لما يسان بأ يا بجرة وحتى هذا ومقاي هاي صوفر ساتي تفرق فريسو أيضا أي حجابته قرق هذا قشو عرضه هذا قال رئيس مالها وإذن عرفي علماء وكلي وهي الذي يقرابضي هوية آبئي ضدك النوع عاس عروتي سود عليه كلي بحر كلا هيدا وينائي إذن عرفة إسكتشرة جبرنا حاسكو ضدك يأكتها يضيعون سنجيب سنة إن جور إني ما دنا ورال كياي حتى هدوسن وعربابين أوسن وإذ من إماشوده ويكيني كرتاوي لأن الإذن العرفية كالإذن اللفظي من هاتك واتكم مرتن وله أخذ ما يعلم رضاه ثم قرنا إيسا نما تصاحبتين قرقي سنتا تسكا تكتو يا تسكا قلان كرتا وحال مكا وباهان طاي هذا أسكوها اللينا إيا كالسوني أتكو قبطو إيا تشعيل أسكو أتكو قبطو إيا أدو أق إن أت إنو سنك هو شاد بسنين نيو جماعة من أساب سوى مرة نيك حاتم الأسم لأورنجري يا ولالك نما يصاحبها هايرو لله صاحبوها هايرو أبو فتح الموسي لأورنجري أنا هذا كور كشك يعني يا قرقي سوى مرة مركز الوالك متشوقة ما يو مقايا حقه وحج بكون مقايا حول أبا حد أما قريرتك قندق العقد كوري دنشري قبار يهي أدونت بالله الله إيه صبيحي
way u soo bixisay lacag buu kala baxay uu guntay u dhig buu yidhi halkaas markuu soo noqdo waxaad ku jiraa wadaad sidaa iyo sidaa u eegoo tilmaanta iyo tilmaantaa leh yaa guru intuu yimid boobay lacagta wax ka qaatay tagayna muddo kadib buu ninka yimid guriga lahaa qandigii iyo abaxadiisii wuxuu damcay inuu xisaabsado lacagtiisii lacag buu ka waayay adoonta baa u sheegtay xata nin saa u eg yaa bil ka horna soo maray tilmaantaa leh waalkii hebel ma joogaa buu yidhi mayaan ku nidhi qandiga keenu lacag buu kala baxay waana tagay adoonta wuxuu ku yidhi haddaad run sheegayso oo ninku ku soo maray hebel yahay ooda lacagta u dinood siisay anti xuratun liwajhi illahi alkariim buu yidhi wejiga ilaahi xorkood waa ku xoreeyay buu yidhi haddaabad hebel intuu guriga soo maray aad kalsooni u siisay lacagta ayada adoon waxba i weydiinin xor baa tahay buu waa ku xoreeyayba adoon bay ahaan maysid wejiga ilaahi kugu xoreeyay yani wuxuu u bogay in walaalkii ay macrifo yihiin wax nasabo ka dhexeeya ma jiro ahlinimo iyo isbarasho baa ka dhacaysa iyo walaalnimo diineed inuu ku hanto horay hantidiisi oo u baahnaa gabadhii adoontina ay siisay buu aad ugu bogay waa dambe sarkeen oo yidhi yidhi war hebel wadda ka warbantaan guriga soo maray baan ku dhacay ee maxamed tabtay waa la ii sheegay baa laba dinaar qaadatay inaad kulligiiba qaadatay ahayd hase ahaatee adoontina meeshaasi ku xorowday saasay dadku isku kalsoonaan jireen marka dad noocaasoo kale iyo xaasku og tahay inay aad ku farxayso gurigaada inay yimaadeen adoo maqan laga soo dhaweeyo shah looga shubo biyo laga siiyey waa muxuu waa idan hee waa idan layska og yahay weeye marka kaasoo kale waxaa loo yaqaan alidin curfi baa loo yaqaanaa ninku nin khariiban asagoo iska hinaas badan oo raadka dhaqaaqaba isagoo ka biibahaya ama ka xanaaqay inuuba yahay mooye ayaaba la sheegayay waraaqe iyo rinji bay albaabka mariyaan oo waxbay wasaa u wareejiyaanoo hadday markaan tagahay miiskan bakeeri wasiin umulin maxaa sida loogu dhigay qolyo ayagoo imtixaanaa jira oo gabdhuhu ay ku cadaaban yihiin ya hawsha ay gelina aniga xasan wuxuu leeyahay ayaan hore ka waran kuwii sodohda ka hadlahay howlahaanu ma galaayo dagaal buu rabaa rag u dhexeeya inuu dhex fadhiisiyo anaaba tayda la liicahay waa tahay wacan ibni cumar radia allahu tacaala canhuma can nabi sal ly slam qaal kullukum dhammaantiin bur suubanaheenu raacin alraaci waa ninka wax ilaaliya alxaafid lishayi bimaa yuslixuhu baa la yidhahdaa waa axadka wax shayga ilaaliya dhowra si wanaajinaysana u dhowra raaci la yidhahdaa sida dadka xoolaha raacoo kale kullukum dhammaantiin raacin waa mas-uul baa loo jeedaa kullukum raacin macnadu waxa mid walba mas-uul weeye xil baa saaran wa kullukum mid walbana mas-uulun waa la weydiin can raciyatii shacabkiisii wixii la raacsaday baa la weydiinaya nabigu marka ijmaal buu sameeyey tafsiil buu la yimid waalamiiru ninka guddoomiyaha ah beeldaajiyaha nabadoonka tuulada nin ka taliya shanta wadaad ninka xukuma amiirku talisku raacin xoolaa la raacsaday dad baa la raacsaday wey waarajulu ninkuna raacin calaa ahli beytii caruurtiisii ahalkiisu asna mas-uul ka yahay oo la raacsaday waalmar'atu haweenayduna raaciyatun waxaa la raaciyo loo diray calaa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisii baa la raaciyey inay wanaajiso iyo hagaajiso ee khayr kaga shaqayso iyo waladii ubadkiisaba idan haddana nabigu waa ijmaaliyey fakullukum fakullukum markaas waa maxay waa faidaa kaala amru kadalika fadaasi marka waa fadi raaci jawaabta shardiga maxduufka la gelin jiraad garanaysaan wey fakullukum dhammaantiin raacin waa waxbaa la raacsado howl baa loo diray wey nin shaqala'aana ma jiro wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wixii la raacsaday baa la weydiinaya waxaa isweydiin le mutafaqun nin walba hadduu raaci yahay oo uu mas-uul yahay haddaba adugu maxaad mas-uul ka tahay haddaba nin walba haddii dadku mas-uulka la weydiinayo adugu maxaad naftaadii ka war naftaadi baad raaci ka tahay awoodda ilaahay ku siiyey caqligan cilmigan nicmadan caafimaadkan waa lagu weydiinaya laftiga waa su-aalaa ka imanaya dad kale un ma ah kayrka un kama tiid mas-uuliya raaciya ilaaliya kama tiide naftadana waa lagugu soo noqonaya idan nin walba waa inuu xilkiisa ilaashado shaqadiisa ka soo baxo iska ilaaliyo ilaahay xurmeeyo diinkana qadariyo rabbina ka cabsado aslu ricaaya cinda ahli cilmi waa maxay alricaaya baa soo noqotay raacin raciyatii aslu ricaaya fi luga alcarabiya waa xifdu shayi wa xusnu tacahudi lahu baa la yidhahdaa xifdu shayi
وحسن التعهد له شيء والله إلى لي ولا دوره لا ضر يلو سوى ناكسنا الله ورقبه إن ديلك اللي قلت بلا مرة بو ديلك اللي قلت بو ولي هذا حولها الرعاو كلام الجيل وكلام وضيق مرك جيل الله حولو صور دي المضامة جيل الله صحر نيف كل وايو حيلي قفة كذا أنور له هيدين معالك بقفة كذا جيل كلا الرعاي مدروبة نحضو أغب حي ما برقن كوري جيل سيفو فهي وفكضيبة ما مال اون هش ديلك اللي قلت بو حلي نيف كهبلها وحلو قلت بي ديلك ومرك لو ديلك هذا لما يلهم بالي هش يبلها ما بيشوكتبه نيك السيدة السمي وحلو أركا غير مسؤول وش ما نكا قد عضا بهال مرير ودير قبل وقرع هيا سن حريص درها اللي ودي لأنه غير مسؤول وي هدي لكن او يدا هش وحي سوق داي دولتك بي سوق داي قلبتا أبا يا مرق كفوري بأم أن هبل كعلي وحقوق بحسن هيا ساكا يقدم بيسا دوادين نقط وحقود عواد أكتين إذن الرعاية وحفظ الشيء وحسن تعهد له شيء قول الله دور الله إلى عليه سفر سنة الله ورقبه لتويده لقى ورقبه إذن نفتد عقو محاكا خلدا محاكا قصوكر ولذلك يسلف حرنشرين قبل كدعابة كاستريرت هذا التكتو نفتد حسابي ويقول مركو بريمحات قبطي صلاة باتوكتي حوج القرآن بالأخرستي واضبح لي كانت فميسي إلى عشية تكنيسي مركز نفط هذا حسابي سمانتي وحاد قبطي وحي الدم بأكاد عينا كالطوبات كير وحي واناقة ثمي إلهي وحمدي صدا من الله شهد قوة ويقول الدم بالدم بقضاء يران أفكار دور سمي عرب كذا إذا بيالن إش هذا إذا بيالن دكت هذا إذا بيالن لكن باش هذا إسكار دقاق تايم وسيش شمبري شمرت ما كيف تين كارتي تشيخ تشيخ يو تشلو تشلو بلاو دواري اسكا دقاق دواري اسكا صدر البطا هدي اون آس كا مركو مدو بدان آتوه يو تسيدي ديگاك تي مركو عددان دقاق دو هدي اون مبن آدم ما تمسبها لي دقاق يحوالا تاي يعني روح وينوس حسابه رعيات دا يحفظك إلهي كود ريبا كيانية وعن أبي طلق وعن أبي علي عفوا طلق من علي الحنفي اليمامي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحجر حقود الدمر كالغول هذا الله ترنا يا عاوي إذا دعا الرجل زوجته ننكو هادو حاسك سأوية رعط صدوق أوية رو فلتأتي نبقى هوتي ما دبوري محادي قرب طايا يصدي يضع فردي يعني ها صوك عدو هوتي ما دو دنتي سأو شكت وإن كان ذهب التوكتو صبنو إلى على التنوري فورنضا بها كبستي يعني شريد بها الدبيس عدو علومة التنور نبقى محوها القبصة وغايو وحلق الضمر كوشك أوه البدني وحلق يهوين يدو أوه البدن تي أوه ولن تي أوه مشخوش بدن تي أوه وح كان شوي هاي سميت جيرو هذي مال شل عدو حكى جبر يا كبستي ضب كبر اللي فيا وين إيش هذا يا جعان تي يفرها وح كل شيء سلة جراو هل كاسو النبي وغايا جارسيا أيوك عن شري الدبيس أو يبرد ضب كوس سارن تي أما مفضي فرن ده أيوك جرتو أما روتي أيوك جرا فرن ده أي تنورك هذونين كيدو يارو هاو تماتو القصص صوبان وقارسي راو الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن طيالسي واوري من ابي شيبه واوري حديث واوري يعني اذا وحي كغم مشغول كرتمت شروي محايل واني سو شيغني اسغا او حق بدن غبدا نينكيدو ابيهد بو حق بدن ياهي هويهد بو حق بدن ياهي عيد كلا دبر مرك هدي نينكو هويه يا ابا حق بدن ياهي عيد كلا مياد ديمان عيد كلا ما ديمانو لكن دوبر كسر الحامل زين نينك إيوه والدك وحق بدن هيه والدك عتق بتمجرته الله سبحانه وتعالى ومسألة إجماع إن زوج وكحق بدن هاي لبذا والد مرك دوبر كلام مرين حديث باكوي من خارج الصحيحين حلي الصبنا عليه الصلاة والسلام بدأ دقر كنا تحسينيان قبر با أبهد بحنون صدي مركز إنك إذا وحي كتري والدك بحنون صلي إيه فصح أنصوب بحناني أنصوب مرلي مركز ولما ما بحيسن فإيس كصبرت دقي بقيري يودي وحيتري بل إيه فصح هذا إن أنا مرلي ونحنون كسو حكوه قادت إيدي دي بل أن جناسيس كاقي بقوله مركز أنكسو التكادو آب ما يورالك كبحميسن
reerkaadi carruurtada dhaqo dhaqaaqi maysid duqi baa sida loogu xabaalay hawshu markay dhammaatay iyo maalinta managa u timid waxay nabi allow aabbahay baa xanuunsaday sayigaygii baan idan weydiistay inaan aabba soo salaamoon marliyo uu ii diiday waa iskaga dulqaatay duqi baa tii alla ku timid inaan janaasu ku soo tukadoon duqi sagootiyo ii diidan ummaddii ka qayb gashay tacsida aan noqday aduqa ku soo tukatay waa iska sabray bal ka waran bay tiri zawjay hawshu sameeyey nabigu wuxuu yidhi aabbaha allah u naxariistay oo janno ku jiraa waxaana jannada lagu siiyey adeecidda aad zawjkada adeecid aad yeesheeda ku amarsaydhin waxaa aabbaha lagu jinneeyo oo loogu naxariistayba bitawaaciyatika lizawjika yeelidda aad yeeshay zawjkada u dulqaatayba waa aabbaha lagu janneeyey oo janno ku helay waxay sugaysay in lagala dego odayga calamtara lagala degay sugaysa waxaaba la yihi si fiican baad yeeshay aabbahana waxaa loogu naxariistay sabirkaadi iyo maqalka aad maqashad u dhagawadanaatay zawjkaada riwaayadka qaarku waxay sheegayaan markay ku tii nabi allow inaan aabbahay soo salaamo ii diiday aiicii zawjaki zawjkaada adheec inaan ku soo tukado ii diiday zawjkaada adheec kadibna uu nabigu waxaba loo naxariistay aabbaha loo damdhaafay hawsha aad samaysa darteed marka ninku meel weyn maxaa ninkaa dan khaasa laga leeyahay maya shareecadu maxay ninka xuquuqda u siisay kala dambayn bay rabtaa reer islaanu dhisan bay rabtaa gurigu inuusan dumin bay rabtaa haddii la sinaado maxay dhahan soomaalidu laba qoor la qalaca iskama dayso qoodh geel ma ku wada jiri karaa labaatan halaad laba qurbuco isleh kuma hayn kartid laba rito isleh kuma hayn kartid kuma jiri karaan waa la kala baxaaya dad dunyadan waa inay kala dambayso xayawaankan xataoga inuu sinaado aragtee laba orgi haddii adhig laskugu keero habeenka adhigu nasan maayo seexan maayo qayba bannaanka bari kadib dhurwaagu layn bawdka iska daadinhaya waa taqaanaa nabigu wuxuu doonay calayhi salaatu wasalaam shareecadeennu reer degan oo kala dambeeyo ismaqal leh kuraga adu aad dhashay markuu xoogu soo gaangaaray nagaf noqda tabar galo hadduu bilaban hadalka ku soo celiyo odaygay wax ka dhex tolan iyo wiilkiisa si loogu dhex jiro ee islaanta ugu dhex jirta islaantu naftu qaba waaga dambe tolkay gaari duqaydaa soo faragelin meesha wiilka lala hadli odaygaa lala hadli waaga dambe inuu wiilku carray u badan tahay meeqa waagan xertaa in niman aabahood soo celiyay xerta noogu yimid kutubta nala geysan jiray la soo fudhiyey yacni dadku haddaysan kala dambaynayn wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto addheecdo ilaahayna ku raalli garaysa jannay ku helaysaa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamka kuwa garab maray waxay hayaan soo weydiiyey adduunka reer yurub reer galbeed hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqonno 1966 u noolaan jirnay ma dhegaysatee nood amerikay ka taaganta doodaa ka socda idaacadahooda doodaa ka socda waxaan rabnay waa in loo noqdo sidii loo noolaa 1960 ilaa 1970 wixii ka dambeeyey uu fasaadku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhalo iswata reer wada socdo meel tegahay maba jiray dhahen waan burburayba aafa nagama horreynin waxaan aad ku haysaan horumarka waxaan rabaa in loo celiyo 1960 70 idiguna maxaa rabtaa kuwii guriga ka baxaayoba ee ilaaha waxaan hormaynaba hali weyno yaa tubtu na celiya leh idigu waxaa leeyahy horay noo wada waa yaa bogta horay noo wada aad isu ilaaliya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت النبي حول هدان أهان لها آمرا مد فري أحد آدم أن يسجد لأحد آدم كان أسجوده لأمرت وحان فر لها المرأة هوين أيدا أن تسجد إن أسجود أخذ على زوجها ننك هذا راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إذا النبي حول هاي أمر ما هيو هوين أيديهم ما ينك هذا أسجود محل سجود وحق وخاص إلهي سبحانه وتعالى sujuudu oo wejiga sharafta la dhulka la dhigo waa maxay waa camal iyo hawl u goonaa rabbulcaalamiin
haddayse bannaanaan lahayd aadam inuu aadama u sujuudo dumarkaan dhihi lahaa raggiina u sujuuda. riwaayo kale xadiiku leeyahay licidami xaqihi calayha, xaqa uu leeyahay ninku xaaskiis ku leeyahy intuu leeyahay darteed iyo weynankiisa u dhihi lahaa u sujuud, laakiin odhan maayo. shayga aan bannaanayn sharcan ama mustaxiilka in shardi lagu xidhana, alqadiya shartiya laa taqtadi alwuquuc baa layidhahda balaaqada iyo usuulka iyo cilmulkalaamkaba la yidhahdaa. shay mumtanicu mustaxiila yaa xukum lagu xidhi karaa oo shardi laga dhigi karaa, taana keeni mayso inuu shaygu bannaan yahay ama ay dhici karto. qul in kaana liraxmaani walad hee fa ana awwalu alcaabidiin. nabigu tii oo kaluu leeyahay, low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu almar'ata an tasjud laakin laa amru. maxaa yeelay liana sujuuda waa khasiisatun min khasaa'is rabbi alcaalamiin. جعفر بن ابي طالب في اوائل الدعوه مكي حبشته جيد عمرو بن عاص عمارة بن وليد اي كشادين نجاشي اي دهن هورت مديدنا نوعيسا نيمان كان بان كو شيغينا هداي ماركا سو غشاي ددكو دوي كو سجودين نيمان كان ميسن كو سجودين ويدي جعفر بالو ييري وي فرحان نيمان كو قورو خاي بس غودكي الله ربتين بيمانتا يدو كو جيرا saxaabadii baa tashatay waxaa limxaan hawsha ka samaynaa. jacfar wuxuu yidhi waxaan run ahayn sheegi mayno, ninka najaasha ama isku kaaja ama isku asay u taalla, wuxuu nabigu dhabaray baan dhiibayna. ragadhimaa loo baahan yahay daddhima maxay dhan soomaali leerarka waa la iska duwaa, madax ciidda laga ceshadaa. wuxuu yidhi dadka maxaa idinka duway, camr caas baa ii sujuuday, kanaa ii sujuuday, tolkoo dhan baa idinku nimankiinan badaha soo gooyey ee dhowrka ah maxaad u sujuuda weydeen. muxaadaru ka siday jacfar ibn taalib alhaashimi, nabi maxamed he ina adeerkii wuxuu yihi ilaahay baana faray inaan nabigaa noo sheegay in allaa nasjuda ilaa lilah lan nasjuda ligayri illah, axadan alla ahayn u sujuudi mayna. masaasa ha nabiginima idan faray ha socdo yihi ruuxa markaad diinkaada xurmayso eed mabda'aada ilaalishato wuu kugu qadarinayaa. tusaalooyin gaaban baa idin siinay. waagii qolyahan meelaha ay warwareejinayeen maxkamadaha keeya, koofiyadan lagu xarabooda lama soo geli kartaan maxkamadaha, waa inaad siibtaan oo dhigtaan. warka masuma haysaa middan aan qabo kale iyo koofiyada diineed bidhaanadaha caadkii kuwan iyo waa la geli maxkamadaha. qaadliga markuu soo galana waa loo istaagaa, dad istaaga weydana ya bangaani kala dib lagugu celinaya. dad baa marka waa iska haya raac, wuu iska habnuwul yahay. gaalida oodbooda istaagan buu arkay, isweydiinba mahayo. maalinkii u horreysay iyo markii la istaagay baan iska fadhiistay, baalbayna kugu jabinhayaan hadaa xurmaha faraadka xidhantaha ma dhaqaaqinba. qolyo ila socday baa waayo waaba iska kaceenba, kor baan u fiiriy maxaad u istaagteen, haddii dadka dhan baa wada kacay, haddii soo in la isweydiiyey maaha. waxaa igu daran nin doctor oo jaamac islaamiya ka soo baxay qisma shariica, baantaatiinkii dadkii soo booqday maxkamadda igu yid buu ahaa, soo garab taag aan fadhino kursi ku fadhino yay gaalkii xubaan qaadi ahaalabaa soo galay haw waaba booday wadaadkii dhab waa qabtay uu iska kay dhuftay. markii hawshu noo dhammaatay oo la kala dareeyay oo lagu soo haaray baan goono waxaa maxaa kugu dhacay xaamadan gartay adigu maxaa ku helay nin waan cabsaday buu maxaa cabsi meesha keenay aniga baaba fadhiye miyaad cabsataan mise diin xumay kaa tahay waan cabsaday buu waxaan had u keenay waayihii hore oo dhan waxay isku day jireen anoo fadhiyan xoog u kiciyaan ila gacmahan ka xidhan tahay inay garba inta ku qabtaan ku istaajiyaan markaas dhariijiyey faray iga qaaday saantay ku firan bifara kaa qaadaya. shayga diineed aad ugu xambaarsan tahay haddaad qadarisood qiimeyso gaalkaa kugu xurmayni, haddaad adigu laakiin aad tuurto sida daanyeerka oo kale. daanyeerka waxaan maqli jiray habeenkii markuu geedaha fuulo libaax iyo dhurweegu xariifka uu soo istaagi hoosisu ka qayliyo ka guuxi
ayaga kulbinta soo tuuray soo oga aamuso ayaga soo tuuri marku dhargu iska tagaaya danyar waba sidaas leey laakiin saan baan lagu sheegay anu danyar danyar tuuri ma aragay oo libax u dhiibahay laakiin sheekadan baan maqli jiray ninka Soomaaliga waxa ku badan inuu Soomaali dhex jooga mooyeen haduu meelaha kale ajnabiga u dhex tago inuu daciif yahay diinti saqariyo oo santayalahayn qablahayn isla weynan jirin koofiyada halka dambe u gashado dafiro wuxuu aaminsan yahay dhaqankiisu ka tagi ummadaha kale gol xukoodi wata sanamyadoodi wata sanamgoodi iska daawac gale ka Soomaaliga afkiisu inkiraya yaa tahay Afrika ka timid Soomaaliya tamay Soomaali mi maxaa ta Kenyaati Soomaali ba tamay Ethiopian baanahay wuxuu ka baqayaa inuu dib loogu geysto Soomaalnimada ama Islaamnimada uu sheegtay ruuxu waa inuu aziz noqdo sharaf iyo qabnimo iyo dadnimo iyo qab uu inuu ku jiro duqeydii in la isleen ma ahan jirine ma aqaan cudurka meel uu ka yimid sidan way dhaami jireen oo qoliyi taariikhdii wax ka qoray waxa yiraahdaan ninka Soomaaliga waxa tilmaantisa kow ka ah annahu azizun akhriya Shakib Arsalan بقول لا واسطنا كور وروح اذا كقري مقدشو مري كسمايو مري بربرو مري هرجيسو مري بلكاسو مري اتوبيو دخ قادي اديسبو مري جيبوتي بو مري وحو كتغ اريتريا مصر بو كتغ كدنا شام بو كلافت وحاتين بو سي تفصيل اوغه هادلي نيمان رو دوبن مدمدون ربارهنا ويكين عربتنا انا اهين او دخي ويبوري اسلوينو كبير بدن ninkoodu aamusay 100 nafood degelin karo dulli aan qaadanin deeq siyaala geesiyaal ah wax baxsha dadka awl ya kulligin hebel bestay baba tiin bnool meel baxan ay sabab halkiina allah yaqaan ma qaan mesh wamesh waxaan amin kan raadinaya cudurku meshu kid waan la ahay ya ibn batuto lix 800 sano kor in soo maray nafsa shay buu sheegaya عجائب الاثار نك اسكلا سدو كل وشيغيا شعب الرحمن الجبرتي اسوي كتاب سدو وش نين سوماليا تاريخ قري ددكيدون وناغ يا ددنيما يا جيسنيما يا شجاعه يا غب ان كش مقريزي با شيغيا يا كوميسي ميا وحن كان مقريزي وحوليه هاي وحن كوليا بنمن كان مدو دوبن بورو كوليا بقاهره نوغي مادام ايغو خر او علم دون نوغي مادام بل عدو ان بيقولها ان مصر كلها ان جن الصوماليد او خو برتال او غنصتدو دقالها بخيان بيقولها ان جيرين و خدو وا لو كلا تغي وحان كولا يابي عرب تحت اسكلا ويهين بو عرب تحت اسكلا ويهين افريان كلا حتى ويسهايا دنيدو دن بي قورسن هيان بو نمان كان مودو فوش خونا قلبسن كبير كان ميشك كان من غران واي بو انغريز كو هري ييمت صوماليا بوقت قرن اخريا tarqay samayleen niman kan duqeyda hiirud halka joogtay iska qaba labada maxamuud iska qaba iyo usha dheer ee lagu haysaaran haya markii geedaha fadhiyan ay haajoonayaan waxaad moodaa buuri nimanka UK ka talin jirin iska sareeya nin walba wanaaga idinku sheegay dadnimadaas waxa hada idin baabashay wa in dib loo baaro idan haweenaydu xaq ah oo ninkeedu ku leeyahay halkaas oo shariicadu ay geysay Ilaahay ka cabsato marka xurmeyso waanu min salama dadnimo gobnimo baabacday baan baad goobahaya mararka marka aan yar qiroon hayeen taaban ay hawlaha ila yaabina meesha hore aad ku noqotaan baan doonayaa marka ana aan idin ka faaido oo duliga iska tuurtaan tolka haddu wax noqdo hey adiguna waxba noqonaysa ninki laga sheegay yiri odaygi suufiga ay ururin hayay geela ee yidi meel buu intu xariiqo gooy buu ninka hal bixiya umba jannada galay meesho gooy xur halka aan goobay wareejiyi waa jannadi jannatu adni weey hal ninki maanta ku yabo hoos ziyaaro umba jannada galay buu ninba hal bixi dhex istaag buu meesha ayada ku kala bixi u dhex istaag ku kala baxsho u dhex istaag mid baa iska soo dhaqaaqay oo markaas la dhex istaag waraashi awey tolkay geelay bixi ma ku jannada tagay buu tolkay geelay bixiye baan ku jada galay buul waxaan uga jada barka dad idinku hagaagta arna waxba arheey laha aru misal radiyallahu ta'ala anha qalat
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة هوينيدي ماتت دمتها وزوجها عنها راضنا يدو ننكذو رالكي ياهي هويني با دمتها يدو ننكذو رالكي ياهي راليها دي صوماليوية قانان راليني أهل جنتها صوماليوية كور قبان عامدا أك كوحي كلين راليها أهل جنة ويوكي هوين كوضا رقوضا عرطي ركوية كور قبان وزوجها عنا دخلت الجنة هوني لما تيدو ننك يدورها لكي هي الجنة ديك ليس راه ترمذي ترمذي ووري وقال حديث حسن غريب وذلك محقق هوست وحولي أسناد كيس وحكو جير لكن مصاور الحمير إيهو يدي ومجهولان حديثك سيدة صحة ورنتي ومصاور إيهو يدي ومجهولان لكن حديثك ضعيف معها ترمذي أنت وأقيا هاي ترمذي حديثك وحو التحسيني هاي لبقى الرموت قرائن خاصة وحديثك خصيصية شواهد خارجية قرائن خصيصية حديثك وحاوي اللفظ وهرت واللفظ جابا أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة بن آدم متك أوجد بين سنة أفهم يربى قوان كرا مطنك جابا تحقلين وحولي وصن لهاين مطنك الدير توا مسألو مسألة الله بعد معناه وحديثك كه الله أيوه ومعنى مقرر في الشريعة هوين ايدي ننك درهالي وكرن قدو جنيد وديار هذا حق ربي اكلانا اسكا ايراليس لو متشو ننك درهالي كأبسا كوكو في العلمية هوين ايدي هاد السلاة التكتة اي الهي عابد اي فرج قد ايراليس اي حقوق دي اسلام كاسكا ايراليس ننك درهالي جنيد وديار روي معنى سلو تشيدا انت انا كبع مركة هولاك وخاص كحديد كوحاوي وحكوساب وصورت متنك واجابني هاي لبو الترغيب بكوساب سني هاي أحد الترغيبنا والله فوضى يستا صدح وذات كم مساور الحمير يهويد وحكورنا يهويدنا وتابعي كوفيدة مجهولة الحالة ضد انتهان نقطة لكن جهلة تابعين توال اسكف فوضى يستا ويلكن هويد وحكورنا إياه وحجر حيانا مجرو بخاري في التاريخ الكبير كل شيء قال لبشر سوء عليه من الجرح من التعديل والقاعدة في البابنا أن من ذكره البخاري في تاريخه الكبير ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل في التاريخ ولا في كتب الأخرى فهو ممن يحتمل حديثه هذه القاعدة الحديثة عند البخاري راوغ البخاري التاريخ الكبير كل شيء وأوسن كل جرح وكدر ما شاء يدا كتبتي سكالة وأوسن كدر ننكاس عند البخاري وامحي وعددك حديثك الله أقبله مساور يهويدي بالتاريخ الكبير بكشيغي ولم يجرحهما كذلك ابن أبي حاتم بكشيغي في الجرح والتعديل ولم يجرحهما ترمذي بويدي إن كان حديثك سويدي البخاري فعل الكبير وحبك موسى شيغين وذلك إياه كورية يوحيل والرؤية هاي لو حديث بورية لبملها قرائن تسو الترمذاركا فحسن الحديث قاعد وشجع ذهب إنه قدر في الموقدة مع كشجع راوك استا أون لجرحين ترمذن حديثك قط حسن أما صحيح يلا أما حاكم فهو مقبول الحديث مساور يهودي ترمذن حديثك ودي حجة يستي حاكم بقى صحيح يلا وحجر حيانا مجرو على شرط الذهبية في الموقدة وأما حي ومقبول الحديث حديثكم مركا انت سوا هوليها سوا خسيني اما الشواهد وعركوا مياه كجر حديثكم مياه كمتشر حديثكم اسماعيل كمتشر وابي نصر عن مساور الحمير عن امي عن ام السلام اوهي اذا مركا الشواهد بحكم هذا الشواهد ما يشكو تمت حديثك انس حديثك انس باكم هذا هواني يبان نبي أتمت مركاسي سؤاله ويدي ست مركي تجي سؤال محاسبة طيب مثل جبر باتا حتى الحاسبة هاي نين كذا مودة ذا شاب يقول سيد نين كذا سكتي حتى النبي الله أنت أنكر كران كذا دالا انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك بنبي كل عليه الصلاة والسلام وأنا عدي صحيح ما شعر نين كذا كتشوك ما قان كذا كتشوك تسك كفير سو وعشان هذا هذه النار تدي نين كذا هذا حماي سنة واتكون نرجلي هذا وانا جسنا واتكون جنة جلي سا وحقل أم خراتك أي حديث كي أبو هريرة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها
وأطاعت زوجها دخل جنة ربها. جنة ذي قلي سنين كذا دعوه حديثهم حكوشة أنتم بكوشة هؤلاء إذا دمت أيضاً إن كذا رال أيضاً إن كذا رالك وأهل الجنة نبودي حديثكم أنتم بوشكرة. وحاقلوا مغازع حديث عبد الرحمن عوف وأصلا معناها كويمد هؤلاء هذا الشنت ذات كتو بشر صون الصونتو حبين كي ترى كان حمان تكيل على سو نين كذا دعوه وحاله ورنيا الباب هذا شنو ذا كادون تكجل. حديث أبي هريرة حديث عبد الرحمن عوف حديث أنس وحاكر والله مده حديث حسين ابن محسن عن عمته وأصنب بابك كيمد. إذن أنت سو حديث بابك كتمد إن حديثك بشواهده وحسن كي هاي أما واصحيح هذه اللي بين فرادي الله فرينا ترمي وحوق بابين وحسن يهي بين فراده مركو غرابة الرعيو معناه سؤتش هذا حديث ضعيف ما وذلك قري ألا حديث ضعيفة في رياض ضعيفة في رياض صالحين أنت سوء العليم مصور باكتشرة إيهو يدي أو شواهدي حفاظ من أنت سيقران وآيين قوليها أنت بوحي حرقان إسكا إلالي صور بئس هو يعني ما كاس يويس بئس كي شام مصطفى شوي جروك الأول. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة هوين يمر بتوه زوجها أنك هذا في الدنيا دونك كما دبتو إلا قالت زوجته حاسك سكل وحورنا يسمى الحور العين قبلها عرعين لها واوين وحاس لا تؤذيها لبن قبلها جنة لوقوس يندو نظنين في عن طيبة هل كاكسوه ناس هاي هل كاكسوه قوحة هاي لسما ما قال هاي دين نهي وكلا بحي هاي مرم بلاين هاي لا تؤذي امرأة هوين مرد بتمر زوجها ننك يدي في الدنيا دونك ومرد بتو إلا قالت زوجته وحاسك سكل وحورنا يسمى من الحور العين حور العين تقدر سنين لا تؤذيها لبن قاتلك الله الله كدلي الله كل عناد ويسوها بارس فإنما هو عندك أنك أنا أكتاد وحكوية رقم تقاني دي دخيل كويتك يا سعط دخيل ضيف نزيل إن يرمالو كل تشوغا وانت أدونك تشوغا كده وانا قال لو ريغين أدوه وحباس باطاي يوشكو وحار لو بيت ورنها سؤال هذا هاي أن يفارقك إلينا إنو حق أنك سؤال ودنتو كاسو تقو يعني أدوه متقاند ورقم متقاند إن كان حقي سنة قران ميس دي أنك قران إنه إسكسو وريج دادن وريجي إن إنتو كل جو بلود الغاو أنك ديبين القاس لغا سوهنا سهيا نبو حود درنسينا يا أمد حقيقة جرتو أشيغي إيو دوبركو إنه حقي إسك إلالي روى الترمذي وقال حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي قداشي نبي كمتقين بوجيري فتنة لباتو هي أيضو بأضرو كربضا على الرجال رقع وقدر من النساء الضمر متفق عليه. حديث كان مناسبة وبابك إليه أنا قال إيه معدو ما أنا مفهمين منك الله أفره سود دايو وحس أم لين هيون بايد الله وذا قايا لأنه حنسوها إني حق الزوج على امرأته صيغ أفدي سحق كله هي بلغ سؤال الله حديث كان دنبه وشيخ كيرين حديث أسامة محوكها الله نبي قلنه سنكتاقين دبدي رقا مكال لإيقو لباتو أغدرا يفنو أغد لبدن دمرك مناسبة يسو حديث كباب كأنا أوليه آدي قم عاد لك وحن أم لين إيه فتنة إنت لك دمرك يدو لغا لغا كل مهايو ninka ragga u sabrahaaya ee inta dhaqaya beelaya ee ka carur dhalaya xaqoo dumarka ku leeyahay weyna in loo jeedo dumarka iyagoo leeyahay fidnada inta leeg bay ragga u geysanayaan nimba wuxuu leeyahay dumar ninkii jecelaa uu fidnooba ninka dhowrana uu fidnooba ninka la kulmo uu fidnooba ninka la kulmo uu fidnooba ninka taabta asoo iska bedda malagii ba galay meel walba. إذن هذه هجاجان أدون كذا من هجاجية هذه في النوبانة دون كون بحلا إذن دمر كأنا حكومة وإحنا نواس كده ودوي مركا دمر كيف في نضو هل كان لجارسي نينك أوص صبري كل المدلة أود القاتب بيلي وناشي حق إسكار دورة حق أنت ليك بكويل لا يحاس كيسوي معناها هذا مركا كتشرة أو مودعين وصورة قلي هاي لكنه هذا ما فهمين إذن كل يصور في رندونا متفق عليه. باب النفقة وحق ودعك نو وكان حديثكم دمر كيوا سيدا فين أفن نبغا هذانا حق هذه أروى الله بسها إيجيني
بل نو كدالو اسك الىالي انو دن كانو جيدنا وا دحي كرتا باب النفقه على العيال سو باب حكومه درمس انت سان كدايا عاو ما ادري هذا انقدر يا باب كان كتابكم هنا ودم ربطاي النفقة على العيال عرضت إن لبيلو أو إله اللي قد وادو حقد الأسكبحي وباب يقال الله تبارك وتعالى وعلى المولود له وأسياء قرآن وآذو قرحسن وعلى الوارد اللمدهن وعلى الأب اللمدهن هنا وعلى الوارد اللمدهن محالي وعلى المولود له كي وح لورد للي بالي كي لورد للي أساق الله أم للي عرضت إن لورد للي أساق الشيغن اللي قد أبترن وحادوشي ساروا على ساري رزقهن قبله أم لي عرض إني بيلا وكسوتنا أرد بحيان بالمعروف السوينا سواء إيقا تبرتو ضعه رقم كي عرف كميشا كتيرنا وقال قربة الله كساري حلك الله سارينا منداني حرمية قدرين بشرع كسي سوء واني قد سمريني حق الزوجي على امرأته أن سمرين وقال تعالى ربي وحول ينفق ذو سعة من سعته هب بحيونينك تناتك خذن تريدك حق بحيل ينفق ذو ساعة أي ذو الغنى نوال بادق عن سوحي قاعدو هب حيال ليلي من ساعة أي من غناه وحال هلك رتو حق بحيل ومن قدر عليه رزقه مرق نك رزقه اللي يقول لي إله وحبا نوصل سيننا يوصل لي وحمه لكره فلينفق مما آتاه الله وحو الرب سي وحون حق بحشو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخلاص الله بدي أريه وري خلاص ليسا لينفق ذو ساعة من ساعتي يوم قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله محلو خلاصي لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها نف إلهي مصار وحوصان سنة وديب ننك وحبنا لو ديب وحبنا هبحي يوي ننك وحير لسينة وحير كوحنا كبحي دذال هذا ذاله سبو نزول بآيات الله شعقا يوم مرك وحاوي نمبا حديثك علي حديثك أبي موسى قصة كنت متبع نبى وحبها يستوبان دينار مركزه هل دينار بحية إنه وحبها يستبقول دينار طوام ببحية منه وحبها يستكون دينار بقول دينار ببحية مركزه النبي قوي دي نبى الله هو هل دينار بوديبي كنا طوام دينار بوديبي أنا وأنا بقول شلين بانديبي هيه نوحوله فأنتم في الأجل سواء كلكم قد تصدق بعشر ماله نبي وحوري اسكو أجر باتهين حديثك أبي موسى ضعف في باكجرة متك علي لكن هو حسن اسكو أجر باتهين نبي الله سيكون عكرتا نين والبا هانتدي الله سيئي طوان ميلود ميلو بحيب النبي عليه الصلاة والسلام أو محال هاي ستي طوان شلين شلين بات ديبتي طوان كم شلين كم حوية طوان كادي عشر بقية هاي بقول بات هاي ستي طوان بات كسو قيسي عشر بات بحيسي كم بعد هيستي بقول بعد سكترتي عشر نيم والبوح والرب سيء أيو أنتو طبعا إسلام كرد جايبو هلك بحشي إسكو أجر باتي من النبي عليه الصلاة والسلام سبق الدرهم ألف درهم بين معنى طاي مركب فلينفق بما آتاه الله وي وحيركع نيم من هيس نيم باكرة بقول كشيف كوجد نيم أولي جيب أرق باكرة وحون كبحي أصلي قندي وقال تعالى رب وحيدي وما أنفقتم من شيء وحيات بحسان وخير مالي هانتيا فهو يخلف الله إذين قدل إذين بدل إياه بدل سنب ربي إنسيد ياوي فهو يخلفه وهو خير الرازقين وذكرنا إساءات وعانى به إذن تاسوى دقائبين لله الله أيو حلك يمرشد يمصرف الله كساري بحي وحي ردو يهينا وحي يربط بحين هدو بدا يهينا وحينا ذو حكر نسو سيدنا عمر خلاف ديس أبو عبيدة يا الله سو شغل انتو ادري انتو سن دمانين كهر يوم ميل ادري وحول هولك هوشا صوهاي حلب ميل بو ادري وادا ما وحا الله شغي ابو عبيدين ادو اردن ياهي صحابي ادو اردن ياهي برق اللفسن حلو عنتنا عنتو دو اقول لي ذا تقوح عنو كن درهم بانتو دياري بان اقول لي بحول مركا اقول لي بو حكا سوتك الات كو اقانس وحو قصمي مركل العقد اللي هو جاي رفع عن بوكاتي وكارض بحي راشين معنا وكارس وكديار صلي وحنا واصل قيست عمر بالوس ورعي آد وقصلي آيات ضم بتأوي شدي بوري لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه
فليفهم ما آتاه الله مركو بيلكو كو ادق ياهي حقو سكومدا اسكا وريجيسو مركي كو هاغاغتن ما حدربا يا وصلاد يا علابه لو باياي قبلها ان ان لباتن سن هل ميل دبا تاغناتان وا كارتا كلو مركو الى وخ كو كورديو ريركادي عرتو ان لغا دريبا يا ادق نولشاد نبي وحوري ان الله يحب اذا انعم عبد نعمه على عبد ان ترى او ان يرى اثر نعمه عليه اله هذو النعمه قصيو وخ كو ترو اله وحو جعل اني كان موقته مساكنت وين غرت نينكي 10 كون كهلايان يو نينكي 100 شلين كهلايان يا نينكي شاو اشوبي كرا وليان قراونا وخا لغا شيغه هي لما كلا يقان مال قبن كودو يو iyo faqir koodnil bacwus duban bu qabaa meesha xiniyaha joogta iyo sharta jeexan miskiinku xagee ku hagaaga wayna masakiintu kala garan karaan oo wixii ka muuqato na cawda iyo dhaadanaantu weynay ka muuqato hadii kale maxaa tahay ilaahi bal abaal xoreysa jassar baad noqonaysa allah ku nicmay baad muqaalka waxaad ka leedahay waxba imaadan siinin wali ma aanan qoyin baad leedahay soo mushkila ma وعلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار شلن أنفقته وآت دينار وذهب شلن الذهب قال لي هذا أنفقته في سبيل الله جدك لا أتكب بحسي يا ودينار شلن أنفقته كب بحسي في رقبة قور لحرين أيو أضن لحرين يا ودينار شلن تصدقت به كصدق استعلام مسكين النين صبول ومسكين وطاقي درن يا ودينار أنفقته على أهلك إيا شلن أدريرك هذا يحاسك هذا كبه لطي عرورت هذا أعظمها أجر أنت سو الدين شلم وحا أخير بدن أعظمها أجر عف مدك وأجر بون وحاوي الذي شلنك أنفقته على أهلك ركا وكب حسي لعقت أجهات وكب حسي تي أضون كحور يسي تي مسكين أدق عنت أصارتي يا مدك أدر ركا هذا حلك كجدتي وحا أجر بدن عند الله مدك عرت كب حسي معايا لو مسلمين خاصة هؤلاء هانو كلور دم مسلمين تقول يا لاد ضدك الأولى متهاي لكن مداني او ريركي عرورتا ده هيل غونو كو سارن حساب غونا اي كا ايمانيسو وي اداي غانتا دوور يا دد يعني لو غعدابيا ولذلك ابو حمد الغزالي وحي لهدا روح المسلم كمركو دنتو اخرو سؤاش اوغو هوريسه لا ويدين وا ريركيسا ددك اوغو هوري دعوينا وا ريركيسا عرورتيس وعرتو وحي كوغو دعوين الهي يو ابهانو لواتو سرن بنبي ليي وحب نعون مريبان عنيني محارام بن عنيني wuxuu soo dhacay war oo mahayn asaga waydi ilaahay wuxuu nu muusan barin physics iyo chemistry iyo food and nuclear iyo history waxaanu shaqulay geograph iyo waagii mareykanka la helay iyo christopher columbus iyo vasco da gama iyo baqti aanu shaqugu ahayn quraan nama barin diin nama barin la xisaabta asaga awwalu da'wi ishtak wa hikayim bur ahl qadi arutada al-hafiz al-iraqi wuxuu waa runti aathar baan umma qad kacaysa goonmay shisheeyo ku qabsadaan ilaad kala baxdaan heerkaada shisheeyo i dambeey arurtaadii haaskada ku dacweynay waliba iyagu waxa ogaalo dacwadoodu he nabar laga kacay ma aha marka iska ilaaliyo xuquuqda arurtiina iska ilaaliyo diinka la boro wadada rabaha lagu toosiyo wixii ka dambeey ayaga u taala رواه مسلم بحديث كوري وعن ابي عبد الله ويقال له ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي محمد اظن كحوري قال سحور صحابك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيد افضل دينار شل لا بحشمتك وخير بدن دينار كاس ينفقه الرجل روح مسلم كو بخيو دينار وينفقه على عياله وشل عرضت قبيلي يو دينار شنو ينفقه كبيل كبحين على دابة قائدك في سبيل جدك إلهي وقائدك أها فرس كيسي بقل كيسي رتكيسي وقالده وقدو لي بكون نفقه إلا وعيال كسوك عليه يو دينار ينفقه يشنو كبحي في على أصحابي صاحبي سيلدو لي مجاهين تلا السعودي في سبيل جدك إلهي لذلك يا كاحيكي عرورت هذه هش هذه فرس كهذه وقد قائدك كوها صاحب بدي لبكان كله وذاك كله سعودي وحال كل بحساب وخير بدنوي رواه مسلم إذا حتى شرعوا وحي إلى ليس صدق قدي صاحبنا إلى ليس نينك صاحب كذا كاور قبيب باهان تتكب ضد كلا وحلاء ومو ناقصنا وعن من سلام حنا شاد هو محي أنت أسوى الدينار ولا بحش وحاقو خير بدنا كله بحي ونبي كل بالله بي دينار ينفق على عياله
سيبو حولي في كتابي عرب حاضر نوع شيء مركا كهلا كأوقين بضم يكون باللبن ذكر وحكم باللبن أهم الأشياء عندهم نبي محمد اللسان عربي سليق وكوه الله إياه وحكم باللبن الدينار المنفق على العيال. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال هو يدم حجري قلت عن يا رسول الله سلك إله يو هل لي أجر أجر مكه لا إياه في بني أبي سلمة أبي سلمة وليش يسيع رد سدام وحسيه أم سلمة قالك لما يسن لين هوني فريامي أهيد درمه فلكين جرتي ضابع يتولي جرتي ولا شيء سبين جرتي هوني ورشدة أهيد تي وحكش قيسو إسلامي سيسوق جيتي العقب يكن لين جرتي أيضا أسكو في الليل وحيث النبي الله عرورة أبو سلمة ودلي إنا وحسيه أجر مكيليا هل لي أجر في بني أبي سلمة أبي سلمة وليشيسي أجر مكيليا أن أنفق عليهم إنا النفق يوم بيلو أبو سلمة عرورة أولا شيء شيء سير وإذا نسيبه في فايصيه وأنك أبو سلمة اللي أرنج إذا الله قمك لو كمي سلمة عمر محمد زينب يا عبد الله يا درة لحدا ومشان باشا مثل لحبان شيء لو قبل دودي أفر ويل بأهاي وسلامة يا عمر يا محمد يا عبد الله يا زينب يا درة لحدا سيقول شاب وسلامة أصلا أكيد أنت كتب نامي حبا قورة قرصة دي ولست ما إيه بيتي نبع الله بتاركة متكتك يسوي عرطاسي هكذا وهكذا هذا أجر كيه لا إيه هذا نكيه لإنهم بمد إنكر وأبط كي ومحاول لو قلت إنما هم بنية نبع الله وأبط كي وعرطي هدي هذا أجر كيه لا هذا وبخير هدي كله المهي وباهن وحان وان الله هذا والد واتقنا والد الميزة أحد وكتش عليه مجران سيوال بيس كوردعا هكذا وهكذا لا والله معنا له فسر أقول واحد وام هاي هذا أجر كيه لا إيه هذا نكيه لإنه بكمت يكره كل وام بيلا ياي نبي الله ميان أجر كيه لا يضام بيلو يما إيه كمت يكره مد ينكره هكذا وهكذا أيوه توكسنا يوي وضدك مجان الله إذا كوهاي لا والله معنا بوالله فسر كورانا إلى في عن فقال سبحانه وحيل نعم أجر بات كيه ليس لك أجر أجر باكو هذا الثواب ما أنفقت عليهم وحد كنا فقيسا ما أنت النفقين يسأل أجر بالله متفق عليه إذا هو معي قرابة حريريس إيا أهل كذو وناجستي إيا فضل من الله هذا الأجر لقاقه قري حاس كذا بيل كالثين واجب كواء إيا أجر كيه ليس محايا لي ألا درتي بأسي نيسا إلهي باكو صلاة بحي نيسا حرماء ربي حرمين وتكع عبصان إيا حقا إسكي ألا باتكو بحيسو صلاة بيلك أجر بات كيه ليس شرعه وإنت أبا شرعه ومحي وإن له قازم أمرك الرب جاي الضونك وحال الرب أنه أمرك الرب جاي قاته طوعا وكرها متفق عليه. وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل حديث كدير الذي قدمناه أن صهر مرني في أول كتاب قرآن في باب النية أن كسر مرني مع كتري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد كجري وإنك سعد أضغو لن تنفق مدي بتنفقة تنبيل تبتغي بها تكدون يسوت نفقة آدبتي حراب بحزي وجه الله إلى درتي إلا هذا الشيء إلى درتي وبحسه وجرت بها نفقة ولا جاء أجر سينيا حتى ما تجعل هضيدنا هبا النقطة شيء آديه ليسيت كب حين يسو في امرأتك حاس كذا أفكي سيد قل ليسو يعني بيلك حاس كذا بالله كدو وحول بإله درتي أتكب بحسه بيلك حاس كذا بالله كدو أجر بات كيليسا متفق عليه. إذا نبغى نقول عربنا يا نية إن لو ناتيو شيء والبط ثمين نيستو جماعة من السر وحكي الشكيين حول أباهي والمرك أنا يا مكو إجراء عاي قول أنت سوقاته يمكو رأي كل فتبو ديك تريبور وسكدي وش مرنا وإجراء تريبور واجد ما أفر تريبور مركو النية ذو وحاجتنا وإجراء تريبور مكو سنية في عينه لو وش ودين تريبور وحن يزنا يا إنه إلما أقرع هاي إنه إدبيه ودين تكستوسيه نية ذا مركا إسقابتنا وهو قرع مركا إسقابون وش بس كده هيا إلما عرود إلما أوش إلما محلو قرع وحودين أو كولي أو ديجو أو قدر أنا ما أو بريد أو قرع إسا وإنا يتاي إن النار كإلى لسه أو إدبيس أو حق تستو هجاجو نية ذا وإنا القلب يجلس دقوا إنه سكوا قام بروني يسنه ده نية ذا إسقابتنا وقرع جري برادي كلا بودنا وش بس كده جري شرع وحين برس شيء والب إني الله تماضه بيلك أذ بحنا الله كديه وساق وحماه بحنه وقاسم مسك قاتها لمرة
وأنا قلب السميع والنية يقول لي بتحق القصارى وما تنطي وكنا أجر بات كيليسا. وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبنا وحويلي إذا أنفق الرجل نقوها طوب بحيو على أهلي أهلك سأكب نفقي النفقة تنبيلي المصروف يحتى سيب أجر وكدوني أي يطلب الثواب من الله. الاحتساب عند العرب من الحسب كما أن الاعتداد من العد شيء. وإن الحساب ستوض كو حساب ستو إلهي إنو كساري هذا بحسن أجر أتكاليس حول الرقاد بن عزمالي فرنا ويكب حال فرنا ويكحساب سيئين فرنا لقب حيا ميشنا ويكحساب سيئين وحاد بحين يسوى إنه كوي حساب سيني هايو الله إنه كو أمري أو ألا درت بحين يد أدقليسو سي ميل في عنكو قطقان. إذا أنفق الرجل على أهلي نفقة رنكو دوحاس كيسا نفقة كو بحيو وبيلو يحتسبها أسو أجر كيد الدونية وألا درت بحينية فهي له صدقة أجر بأوتا صدقة بأوتا نفتس وحكا صدقة يستي هير كيسا بكو صدقة يستي بيل كي باكب بحي واجب وكاد أجر وقرمي وقرمي متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له وحي يري كفى بالمرء اثما روحه وحا ذنب او غفلا او ذنب قديقه ان يضيع انه ضيعه من يقوت ضدك بيل يا بيل كود ضيعه ذنب وحا كوغف نفاد ما باهبا زنايه خمر اسك بدا اذا بدرك لو وين توجي ضدك اد مسؤولك كاهد بيل كود الهي خساره ضيع له ذنب كوغ فلان اي انك نار غشو كفى بالمرء إثما روح وحا ذنب قد قو وقفلا أن يضيع إنه ضيعوه بيله من يقوت أي قوت من يقوت تدكو بيله يقوت كودي بيل كودي متفق عليه. عفوا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره قصوا له حديث كاني أحمد باقي صدر الشيخي سيدنا عبد الله بن عمرو العاص وضع حديث إنك ورنا إياه يا جماعة من المسلمين بيسرعوا بيت المقدس بآذين بالرمضان يكون اعتكافات يقول مركز الشام تشوقي نمي صاحب باه هاي هذا كور راسه وحوري مواليد سو حوار كي اعتكافا ولا بشن هل كان كلهم ما يسنايا مركز ويرو حوري غير كي عرض محل وصوت تكت وحبي لو جمسو تكين بول لكن ما كان تجو يان تملين دونا تملاء هذا دقاق بول ولا نادي اعتكافين أور دقاق غير كي بيلو سو هجاج وحمل وصودك بشا مركز وحمل وصودك صودكتو صون نقول مركز اعتكاف يساي ومحاجر حديث كان نبي محمد كان بغلبه نبي بقى وحوري كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. ورواه مسلم بحديث كوريي في صحيحه بمعناه وحديث لما عنه اللفظ بمعنى سكر ولا كان كل لفظ آهين قال وحوري مسلم في روايته ومرك عبد الله أورنا قال رسول وحوري كفى بالمرء إثما روح وحد بأغفلا أن يحبس إن وحنبه قوته بيلك سو كحنبه عمن يملك ضدك عنتك وهي الدوماديسي عرورتيسي حاسكيسي قوته مركه ومفعول مؤدب لمريي مركه أن يحبس قوته قوتك يبيلك إنه كحنبا دمك وقفل يكحنبيا عما يملك الدوم ضدك عنتك كهاي قوت كودي مسؤولية دو سيدا الدوم هذه حاس قد عرورت هذه أنت سدم بدون كفر خلاص كي إلاني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبنا وحوري ما من يوم ما ظن بمعنى اللي يسوي من تنوازا إدو ليس يوم بيك دغانت هاي ما من يوم اي ليس يوم ما يمجر ما نكاسو يصبح العباد في اضمها يوبر سنيان الا اضم مال كاجر ملكان با ينزل لو ملك با سو دغيس واجب بريبه لو ملك با حق الله كيمن ودلك ايمانيس فيقول احدهما متكد وحورنيا اللهم اعط منفقا الله نك وحب حسس بحيسي خلفا بدل خير قبه اللهم اعط منفقا نينك واحد بحيا مساكين تو حسي حلقي سق متصدقا قال له بدل خير قباسي الملائكه بكو دعين ودعاء الملائكه هو مستجاب. ويقول اخر ملك قال كان وحولي هاي اللهم اعط ممسكا نينك وحاب بحنا كو دغي قطوع ممسكا الممسك عن الانفاق وقعنت سبو كو كهيا انه واحد بحيو واعلنيا الله كا وحاسيسا تلفا لمشاسي ودي جيرسي حليسوا ها خسارين دتك سو ها دمادين عرفتي سو بركوبين اسو قلبك هلاغا قلو مسخ هلاغا حونها لغو سيدايو الى هوررك افوي وهاول علوس بلاغه مشاكله لا يدادا لان التلف وحليس سيما لان التلف
ليس عطاء. اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. إذن بدل كما الله بحين وبدل خير قبل وناكسا تلف كي مرك وحال لسكم مشاكلي يا خلفك ومن باب المشاكل لأن تلف الله يعطى مصيبية أفق وقرع يسوي مرك هذا ديار وطاي هبار ملائقنا هذا وحبها بحيني هذا دعا ملك ربطنا وحاضر بحي نبا يوجد مرك أنا وحقو بيلك وواد كاذو انت سؤالا بحي أنت كسيا كدين وحب بلنبان هلا هذا بيقين نقطي بوري مرك حقو شيد أن قالو حقو جام قالو انت يا هليبان مساكين تقول رئيسية بول قولوا انت قارنا تيتو كبلن باب الملكة هلا دين قام مغنايد ايو مد أن صاحبا إلهي ما أنت صوت ورأي وحبه وحيد يبور طيب باشو التجابة إذا كان نقول لكن عقيدة هالنقط يوحد أمن سنتين. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبنا وحود اليد العليا قعنت سريسة قعنت سريسة رواية صحيحة كانوا حكوفة سيرين العليا واليد المنفقة قعنت وحب حين يسا يا سريسة طبعا هورسان يسي قادان يسانا هوسيسة وإذا أبو داود نوحي كت المانتي أيد العليا والمتعففة وقعنت كدورة سؤاش أظهر لبن أو باهن بأسكال كي سريس وأثب ريسة قبن بعد إلان ليس باهي بن آدم بأسك يبريض وأسكال إلان ليس لابدو بمركز مدي دهيان يعني. وهذا إنك الرجحان وحيدة رواية صحيحة كافية عن تصورك ضعيف والجمع أولى من الترجيح لابدو إسكيان إيان يعني. اليد العليا قعنت سريسة خير كون أكسن من اليد السفلى قعنت هوسيسة إنا دور سطو أي سؤال شكفيعة إنا ضوح بحسود وحنا فقيسانا كون أكسن إنا توق سطو وابدأ كب الله هذا ضوح بحين يسو بمن تعور ضدك بيشو ضوح بحين ضدك مسؤولك كاسا ريا حلك كاسا ريا إيكو هسو وحسي وخير الصدقة صدقة وحاو خير بضم بصوبانها نويري ما كان وحي هذا عن ظهر غنا تناد دبركي وحي لقب بحيوه أدو هلي كرا كان مارما وحاد بحيسا أخير بدن وأنا معنى خاص أو حلي خاص أكو قيميسا حقوبة هيستي مركاسا مسكين استغلق ديبتي الشيطان حقول انت اسكب بحيسا عاو محضر ديلمان انت ديبتي وحال عاو إسلام تقول لتقلي عرض بك كوكوسو يا عانا لا يسيقان والبهار بك هو أبو ريا قوب قريل هاي عكم حاسك قد بحسبها كقبان ضدك مركة وحي بحيين أن كسم رأقون إن إذا السمين أن قلبك وناك سنين أيوة أنت أي خصيصة محايا ونقى الصوم مرة يسدى وحاو خير بدن نما وحيلي كرينو إصدبي وحي بحي كاوا كي إيمانك وناك سنة إي إلهي كوك الصونا كنوا محاي كي قبي محوها قاسك قبي وهي استرسك قبي إيمانك وحي رسوك الرب يسكول حياء حيو وخير الصدقة وما كان عن ظهر غنى تناد إيو هيسمو دبر كذو حي لقب بحي بمعنى وحلو جدا وحاد كمار مكتي عن فضل أتكب حسوي ومن يستعفف نينك دور سدي إلغى لي أصغر لبن بيس دورة يعفه الله الله دوري واجد رقم بيقول نقول الله إلى لي ومن يستغني نينك إصدقي إذا إسكف الله شموتية أصغر باهم بيهي كسوا وحكسوا هذا مأسوس دقين يغنيه الله الله كفر الله الله ديقية إذن رواه البخاري حديث أقيم بالنبي كوس يكوختم بابك يعني وحاول يان وضبان تبقت اللهم عونه بريضه ما يحن تهاي هلا دور صدو هلا ددالو يا هلا قعب صدو والله سبحانه وتعالى.